ولكن ما إن نشأت نابتة في القرن التاسع عشر أثرت عليها العقائد الإلحادية. لا ننسى أن ماركس يهودي، لا ننسى أن إنجلز جدته يهودية، لا ننسى أن لينين جدته يهودية، لا ننسى أن ستالين جدته يهودية، لا ننسى أن مؤسسي جميع الأحزاب الشيوعية في العالم بما فيها العالم العربي بما فيها المغرب المؤسسون الأول يهود. المؤسس الأول للحزب الشيوعي المغربي هو ساسون دلال، مؤسس حزب الشيوعي الفلسطيني يهودي، مؤسس حزب الشيوعي المصري يهودي. أول حزب شيوعي تأسس في العالم العربي تأسس في فلسطين سنة 1919 على يد يهودي. فإذا بما أن اليهود هم صانعوا الماركسية فكانوا أول من تأثر بها واعتقد بها. وإلى أبراهام السرفاتي عندنا الذي دعا إلى الماركسية المتطرفة الإلحادية، فإن اليهود كانوا قريبين جدا ليس فقط من اعتناق الإلحاد ولكن من صناعة الإلحاد. لا تنسوا فرويد الملحد، اقرأوا كتابه موسى والتوحيد، وهو يعتبر موسى كاذبا غير نبي، ويعتبر عقيدة التوحيد عقدة نفسية ويحللها السيكولوجيا. وقد خصص القسم الأول من كتابه لإثبات أن موسى ليس من بني إسرائيل وأنه من الأقباط وأنه من الأسرة الحاكمة، وأن حكاية أنه قد ألقي به في اليام وأنه أرضع في آل فرعون رواية أسطورية من أجل تبرير أن يقوم ضد أخيه الذي انتزع منه ولاية العهد بالتقرب من الطائفة المضطهدة من قوة المعارضة الاحتياطي للمعارضة لبني إسرائيل. والشق الثاني من الكتاب، الشق الأول تاريخي، الشق الثاني سيكولوجي، الشق الثاني كله تحليل نفسي لعقيدة التوحيد باعتبارها عقدة نفسية. ولهذا اليوم الحركة الإلحادية التي كتب عنها الدكتور عمرو شريف، اذكروا هذا الاسم، عالم كبير وطبيب قلب وجراح من أعظم جراح الدنيا وفيلسوف وصديق العمر لعبد الوهاب المسيري، وألف كتابا عنه رغم أنه ألف كتبا في تخصصه الطب أساسا وفي الدماغ بالخصوص. عمرو شريف، الدكتور عمرو شريف، له كتاب اسمه الإلحاد عقدة نفسية، وهو يرد في الفصل الأول منه على أن الملحدين يقولون أن الإيمان عقدة نفسية. فأساس القول بأن الإيمان عقدة نفسية وهو ما يسابقنا به الملاحدة ويسبق العصا قبل الغنم والعرب قبل الحصان من اعتقادهم أن الإيمان والتوحيد عقدة نفسية، أساسه فرويد منذ أكثر من 150 سنة. إذن لما نبتت هذه النابتة في القرن التاسع عشر، نابتة الإلحاد اليهودي، نشأ معها بشكل طبيعي توجه قومي باعتبار أن حركة العلمانية من أهم ما جاءت به بالإضافة إلى الليبرالية والرأسمالية والإمبريالية القومية، وأنه لم يجرؤ على معارضة رأي الحاخامات في أن الله عاقبهم بأن شتتهم في الأرض وآمرهم بأن يقبلوا هذا العقاب مقابل أن يغفر لهم ما أحدثوه من فجور وطغيان وفساد في آخر مملكة داود وسليمان بعد وفاتهما عليهما السلام، وأن كفاءة التوبة الإلهية والدخول إلى الجنة هو القبول بهذا الواقع. لن يجرؤ أن يخرق هذا السقف شديد الهيبة والحرمة عند اليهود إلا طبعا يهود معادون للحقامة. ولهذا في مؤتمر بال لم يحضر إلا قلة قليلة جدا من الحقامات، ما بين 3 و5، وهؤلاء الحقامات هم حقامات من الدرجة الثالثة ولا يعتبرون في المجموعة اليهودية الشرعية بشيء. وهؤلاء حقامات علمانيون كما ظهر رهبان وأسس علمانيون بل وشواذ. ومن كثرة استهتار هرتزل بالدين المسيحي اليهودي أنه هو يريد إقناع اليهود بأن يعودوا إلى فلسطين برابط ديني تاريخي مزور ومحبوك وأنها أرض الميعاد وأرض الأجداد، ف
فالعودة إلى حيث أرض الأجداد والعودة إلى حيث الوعد الإلهي، وهذا أمر أساسه ديني، بل حتى اسم إسرائيل هو اسم ديني لأن إسرائيل ولقب سيدنا يعقوب. رغم أنه محتاج إلى الدين، فإنه إلى أن وصل إلى باب القاعة التي سيكون فيها الاجتماع، فتلكأ وتريت إلى أن رأى أحد الحاخامات القلائل الذين حضروا يلج الباب، فزاحمه بكتفه ومال عليه بفمه إلى أذنه وقال: اكتب لي بسرعة بعض الآيات من التوراة يمكنني أن أحلي بها خطاب الافتتاح لإقناع اليهود الحاضرين بأن المسألة أساسها ديني. بل قرأت أن بن غوريون كان يركل التوراة بقدمه، يرميها في الأرض ويركلها، ويسميها كتاب الخرافات. إذن نشأت الحركة القومية اليهودية الصهيونية نشأة علمانية بل إلحادية، ولأن الحاجز الديني أساسا كان ضد فكرة العودة باعتبار أن هذه العودة هي منابذة لله بالعصيان وتمرد عليه وسعي إلى رفض قراره وإرادته وأمره وشريعته بأن يبقى اليهود حيثهم، وإذ أجمعوا على رفض الأمر الثاني وهو الانفتاح على غيرهم، حتى إن اليهود اجتمعوا في مجمع مسكوني في أواسط القرن الرابع الميلادي واتخذوا قرارا بمنع الدعوة إلى الديانة اليهودية حتى لا تنتشر اليهودية خارج بني إسرائيل وخارج الشعوب اليهودية الموجودة آنذاك، اليهود الأمازيغ في شمال المغرب، اليهود الإثيوبيون في الحبشة، اليهود البولونيون والروس، فقالوا حسبنا ما انتشر من اليهود. إذ أجمعوا على رفض الأمر الثاني، فإنهم تقريبا أجمعوا على قبول الأمر الأول وهو لا حديث عن العودة إلى فلسطين، العودة هي منابذة لله بالمعصية ومبادئة له بالتمرد، لكن حتى هذا الأمر الثاني انكسر في القرن التاسع عشر. ولهذا يا إخواني لا تعجبوا إذا عرفتم أن الصهيونية المسيحية سبقت الصهيونية اليهودية بقرنين كاملين ونصف، 250 سنة بابين، نشأة اليهودية الصهيونية واليهودية المسيحية. وعجب كيف الصهيونية المسيحية والصهيونية اليهودية، وسيقول البعض عجبا كيف تكون هناك صهيونية ومسيحية. نعم، منشأ الفكرة الصهيونية مسيحي بالتحديد بروتستانتي، بل وهناك فئة متطرفة داخل البروتستانت متطرفة في هذا المبدأ الصهيوني، وهي للأسف التي أسست دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وهم البيوريتانيون البيوريتانيست التطهريون، ويطول شرح ذلك فيمكن العودة إليه عند أهل الاختصاص، عند غريس هالسن الأمريكية، عند توفيق شعبان السوري، عند عبد الوهاب المسيري المصري، عند محمد السماح اللبناني، عند أبو زيد المقري الإدريسي المغربي. هؤلاء كتبوا جميعا في هذه النقطة، وأنا ناقل عنهم وملخص بتركيز شديد لفكرتهم في كتابي أفهم القضية الفلسطينية ليكون لي موقف. لكن المرجع الأعلى هو منير العكش اللبناني، منير العكش متخصص في هذه الفكرة، في الأصول الصهيونية للفكر المسيحي المتطرف.